أعلنت إيران التحول عن الدولار إلى اليورو في معاملاتها الرسمية الأجنبية، وقام مجلس الوزراء باتخاذ القرار في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإدارة أسعار الصرف ودعم الريال الآخذ في التراجع. وقبل أيام أوقف البنك المركزي الإيراني ضخ عملات أجنبية جديدة بالصرافات في ظل تفاقم أزمة سوق النقد وانهيار العملة الإيرانية أمام الدولار الذي اقترب سعر صرفه من حجز 6000 تومان. وكانت الحكومة الإيرانية قررت الأسبوع الماضي تحديد سعر صرف النقد الأجنبي عند حدود 4200 تومان إيراني على إثر الارتفاع الكبير في سوق العملات الأجنبية للبلاد ووصول الدولار الأمريكي نحو 6000 تومان.